ايماء اتفضلي. عايز الو، السلام عليكم. وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. انا كنت عايز اعرف، بس هو انا مثلا مش كل السنن بصليها في الصلوات، فهل ان انا ما بصليش السنن دي يعني دي حاجة غلط، ولا حاجة هتحاسب عليها، ولا هي السنن المفروض يعني تتصلى اصلا، ولا احنا اصلا يعني لما باجي اصلي بحس يعني بحس بان انا بتعب في الصلاة، بحس ان انا بعمل مجهود، فهل ده صح ولا غلط؟ بتعملي مجهود بدني تقصدي ولا تقصدي ايه؟ يعني بحس ان انا بعمل مجهود بدني، ده غير ان انا بحس يعني استغفر الله العظيم، كنت بحس ان انا بتاخد كل الوقت اليوم كله، يعني بحس ان هي المغرب بيأذن ورا العشاء، العصر بيأذن ورا المغرب على طول، فبحس ان اليوم كله مش عارفة ان انا الاحق على الصلاة. طيب عايز اسألك حاجة يا نعم. دكتور؟ لا لا، طيب هرد عليك ان حاضر، شاء الله بإذن هيرد الله. عليك. ناخد حد تاني ولا نجاوب؟ طيب ناخد منى. اتفضلي منى. اتفضلي. الو، مساء الخير. مساء النور، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. حضرتك كنت عايزة أعرف بس طريقة الصلاة الصحيحة من أول الوضوء. طريقة ايه؟ الصلاة الصحيحة من أول الوضوء. الصلاة الصحيحة من أول وضوء، يعني ازاي أتوضى صح وأصلي صح. أيوه. حاضر، ربنا يبارك فيك يا رب. طيب نجاوب بالسؤالين دول، نعم. ويعني بمناسبة كمان السنن، عايز برضو حضرتك، لأن للأسف يعني إلا من رحم ربي في ناس كتيرة ما تعرفش يعني النوافل والسنن الرواتب. نعم صحيح. نعم. هو طبعا المحافظة على السنن اسمها سنة. نعم. سنة يعني سنة سنها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي سنة عليه يعني الصلاة والسلام. شيء جميل، فيه نعم. ثواب، فيها فضائل كثيرة. أنا حينما أهجر السنة حرمت نفسي من ثواب عظيم، طب وليه؟ ثم ربما يكون لدي خلل يوم القيامة في الفرائض. هذا الخلل يجبر بالسنن، بالنوافل. الفريضة اللي هي الوقت بتاع ربنا سبحانه وتعالى. أما النوافل معناها السنن. طب أنا ليه في بعض الناس للأسف لا يصلون إلا الفريضة ويغفلون السنن، يتعمدون عدم صلاتها؟ طب ليه؟ لماذا حرمت نفسك من هذا الثواب؟ مش هتاخد دقائق يعني على ولا أي فكرة، شيء. ده الصلاة هما كلها دقيقتين. عبارة عن دقائق. السنة صحيح. بالأكثرية، لو أنك صليت ركعتين سنة قبلية أو بعدية لن تأخذ منك أكثر من 5 دقائق. نعم. انظر بقى إلى عظيم الثواب وإلى موازين الحسنات المثقلة يوم القيامة إن شاء الله بالحسنات، ثم كله في موازين حسناتك، وكلها أنوار تتلألأ، نعم. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. لو تتفضل حضرتك برضو تعرج على السنن، يعني سنة السنن الفجر طبعا. وسنة نعم. الظهر والعصر وما شابه. قبيل صلاة الفجر عندنا حاجة اسمها سنة الفجر، نعم. وحاجة اسمها صلاة الصبح. نعم. الركعتان اللتان يصليهما الإنسان قبل إمامة الإمام للناس في صلاة الصبح تسمى سنة الفجر. نعم. يبقى نعم. السنة القبلية الركعتان تسمى سنة الفجر. الصلاة الفريضة اسمها صلاة الصبح. نعم نعم. تمام. يبقى 2 للفجر وليس بعد الصبح سنة. صلاة. في صلاة الظهر فيها خلاف بين العلماء، قيل هنالك ركعتان سنة قبلية وفي سنة بعدية تماما، وقيل لا، سنة قبلية فقط هي المؤكدة وليس هنالك بعدية بعد الصلاة الظهري. صلاة العصر ليس قبله شيء وليس بعده شيء، وإنما ورد حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. طب والسنة القبلية قبل الظهر 4. نعم 4. نعم. بالضبط. صلاة المغرب قبل المغرب ليس هنالك سنة، وبعد المغرب هنالك ركعتان مؤكدتان تماما. صلاة العشاء قبلها سنة غير مؤكدة. نعم. وبعد صلاة العشاء هنالك ركعتان مؤكدتان لسنة في صلاة ولكن العشاء. ولكن صلاة الظهر ممكن 4 قبلية ممكن واتنين 4 بعدية. وممكن 2 بالظبط. 2 بعدية كده. صح؟ نعم. وصلاة العشاء 2، عشان عفوا يمكن الناس ما سمعتش وأنا نعم. بقاطع للأسف. صلاة العشاء عفوا سنة يعني. بعدية ركعتان. ركعتين. وهنالك ركعتان قبل صلاة العشاء لكنها سنة غير مؤكدة. يبقى 2 الصبح. نعم. و4 قبل الظهر و2 بعدها، صحيح. او 4 فقط قبل الظهر، تمام، و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. الله يبارك الله فيك، يفتح عليك. مظبوط. ثم طيب. الى صلاة الشفعي والوتر.
صلاة الشافعي نصليها ركعتين والوتر ركعة واحدة، وأيضا من السنن المؤكدة صلاة الضحى. نعم. يعني لو أن الإنسان صلى ركعتين أو صلى أربعا أو صلى ست ركعات أو صلى ثمانية ركعات أو عشر ركعات، أو كما جاء في الحديث من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. نعم. لكن تصلى مثنى مثنى اثنين. نعم. اثنين اثنين. نعم. تمام. السؤال تاني بتاع الأخت بتسأل، وده سؤال حلو على فكرة، إزاي؟ لأن في كتير يتعامل مع يعني الصلاة، ممكن تكون صلاة يعني تحس إن هو إيه، أنت لحيت صليت يعني لحيت صليت إمتى، والوضوء لا يسبق الوضوء، والوضوء هو شرط من صحة الصلاة. طبعا طبعا الوضوء، إسباغ الوضوء على المكاره ده نعمة كبيرة جدا وثوابه عظيم، وإنسان كده يتيقن في الوضوء وأن يكون طاهرا وأن تكون ملابسه نظيفة وأن تكون المصلاة التي يصلي عليها نظيفة، لأنه من شروط صحة الصلاة ستة: أولا طهارة الثوب، طهارة المكان، ستر العورة، استقبال القبلة، الطهارة من الأخبثين من الحدث الأكبر والأصغر، سادسا دخول وقت الصلاة يقينا. طيب أنا حينما أصلي أنا في حضرة الله سبحانه وتعالى، يقول ربي بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلاة لابد أن تؤدى في خشوع وسكينة وطمأنينة. صلاة هي استحضار لعظمة الله تعالى في قلب، بيني وبين الله تعالى صلة، صلة وصال سبحانه وتعالى، أنا أناديه وهو يناديني، أناجيه ويناجيني، صلة عامرة بيني وبين مولاي جل في عليائه. هذا هو المعنى الحقيقي للصلاة: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن السائلة الكريمة سألت سؤالا، بتقول إيه؟ بتقول إن الصلاة بتحس إن هي حمل ثقيل، وإن هي بتتعب فيها، تبقى مجهدة، وحاسة إن الأوقات متتالية ومتلاحقة. يعني يعني أنا يعني عفوا، هل تشعر بإن الصلاة مثقلة عليها؟ فيها يعني ثقل. يعني هي بتؤدي الصلاة بإثقال. نعم نعم. طبعا هذا مدخل من مداخل الشيطان، وهذا من باب تلبيس إبليس. إبليس يلبس على الناس إلباساته اللي هي الضلالات. فطبعا هي تتوهم أنها ثقيلة وفيها جهد وفيها تعب، رغم أن والله الصلاة طوال اليوم لا تستغرق أكثر من نصف ساعة. صحيح. لو جمعنا صلاة الصبح مع الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا تتعدى من بين 30 دقيقة إلى 40 دقيقة على الأكثرية. سبحان الله. يعني 30 أو 40 دقيقة، وهي أساس الحياة والبركة في حياتنا، وهي أساس يعني يومنا كله لو إحنا واظبنا عليها. وهو كل اليوم كل اليوم ده واخد منه، بتاكل وبتشرب وبتنام وبتلعب وبتتفرج على التلفزيون، الوقت ده هو ده. ممكن مكالمة تليفون لوحدها تاخد ساعة. صحيح. تاخد صحيح. ساعة إلى ربع. صحيح. عبادة ربنا سبحانه وتعالى وما أوجبه الله عليك يعني لا يتعدى مكالمة تلفونية واحدة تجريها في اللهو واللعب والعبث وكلام فاضي وكلام معاد ومقرر وكلام بعيد كل البعد عن الإثابة وعن إنسانية الإنسان. وبالتالي الصلاة يعني المؤمن التقي النقي سبحان الله يعني أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، فيها راحة نفسية. الصلاة بسم الله ما شاء الله هي أنس المشتاقين ورمز العبودية وصلة المحبين. الصلاة روضة من رياض الجنة، ولذلك الإنسان حينما يواظب عليها يستعذبها ويشتاق إليها، وحينما يكون بعيدا عنها يحس أن الدنيا أمامه يعني ظلام. أما حينما يستحضر عظمة الله ويقف بين يدي الله ليقول الله أكبر، يا لها من لذة المناجاة ومن لذة القرب والأنس مع الله سبحانه وتعالى. لا يشعر بذلك إلا المؤمنون الصادقون. ولذلك نقول لها هذا وهم، هذا وسوسة شيطانية، تخلصي منها وأقبلي على الله عز وجل بالطاعة. أما مسألة أن أوقات الصلاة تأتي متتالية ومتلاحقة، وما الذي يضرك في هذا؟ بالعكس، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا هي على الأقل أعتقد أنه شعور نفسي، ولكن يعني طبعا ما في فرق ما بين كل صلاة والتانية. يعني طبعا طبعا بالعكس. أنا الإنسان شوف حضرتك كده مثلا، لما إنسان بيكون مريض ويأخذ عاوز دواء مسكن، أو عنده ألم يأخذ دواء مسكن يسكن له الألم والوجع، فيأخذه يقول لك خذ الدواء مثلا
كل 4 ساعات كل كذا. هو ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا الراحة النفسية المتمثلة في الصلاة، فيها راحة نفسية للناس، دي مسكن، دي صلة بينك وبين الله. لأن النفس البشرية يا أستاذة وفاء بتعاني من تقلبات مزاجية ومن تقلبات نفسية. الإنسان قال عنه ربنا إن الإنسان خلق هلوعا، الإنسان يعاني من ومن من التقلبات ومن التغيرات، فحينما يكون مع الله محتاجين ده. هذا هو البلسم، هذا هو الدواء. نعم.